بالظلمات وخاطري مهناني، الشيطان اللي فيا هو لبناني، مخي ان فيا ويقول بركاني. بوم شوف هاد اللقطة بلاش ولاش انا بلاش ما بكرهني بالسيف عليك راح طفوي. انا فاش دار ايدي هكا كيسحب ليا غادي يدير بحال هكا ان شاء الله بربي. ياو مرحبا بكم معايا فيديو جديد. كيف ما كنت وعدتكم فيديو اللي قبل راه غادي ندير لكم على حسب هذاك الشيء اللي كتبغيو على حسب الطلب ديالكم. غنديروا دابا رياكشن اباوت لايف بيرفورمانس ديال تراب كينغ، والبارتيه الثانيه حتى هذا الفيديو غادي يكون فيه مقسم بين جوج بارتيات. البارتيه الثانيه غادي نديروا رياكشن على توب 100 اغنيه فراب الجزائري حاليا ديال هذا العام 2024 ولا ديال 2023، المهم اعوام اللي كاين متقاربه. حتى انا كدرت لكم ديال 2022 وداكشي كان داز عليه الوقت. دابا غنقلبوا على حسب الاسماء اللي عطيتوني وان شاء الله تعجبكم هاد الرياكشن تاعي ونخلقوها مع بعضياتنا. و ليتس جو تو ذا فيديو بلا ما نطول عليكم. نفس القناه اللي بارطاجات لايف ديال ديدين هي اللي دارت لايف ديال بيرفورمانس تراب كينغ. نايس اوكي ليتس جو. اول حاجه عجبني ديك اي دخله براب كتكون عندها شي علاقه بديك الاهرامات المصريه وديك العهود القديمه كتكون ناضيه حيت كتسد الاولد كترد بالنيو كترد الجديد القديم العيبات. واو ما كاش بي في بحري ما تقدرش تعوم ماشي داقمنا في الراب وهذا الشيء معلوم. الخلا تاعي في الراب كانت ليهم كارثه ربع سنين في الاوتر بخوطة تيميتر طلع للرينج راه في دلافيتا كنت نوض الحرب تشدك وانا تبقى ما كيتايك قلب بدا نحقر من بعد جيرو قرات كنت جيت نخرج كل سمانه يدورو ترات دي كافار في اليوتيوب طايحين دي كروفات ديرلو الميكرو في قعوي رابي اون لوفرات فتنو في قتاعكم جو سي با دوي فين اونلي كوت في ظهري طابوي. كيدخل انجليش شويه سير كيفاش نلحق سيميري جيت بلا بوي ما بكرهني بالسيف عليك راح طافوي قلبي تبان الموسيقى. شوف هاد اللقطة بلاش ولاش انا بلاش ما بكرهني بالسيف عليك راح طفوي. انا فاش دار ايدي هكا كيسحب ليا غادي يدير بحال هكا ان شاء الله بربي. قلبي تبان الموسيقى قداني والظلمات وخاطري مهناني الشيطان اللي بيا هو اللي بلاني مخي انك فيا ويقول بركاني. قلبي تبان الموسيقى قداني والظلمات وخاطري مهناني الشيطان اللي فيا هو اللي بلاني مخي انك فيا ويقول بركاني. نايس يعني كل واحد فينا عنده ضروري داك الوسواس ديالو القارين ديالو بما يسمى بحال هكا كيكون واحد من عالم موازي فاهمين ديال الشياطين وكذا ولا تيكون معاك تيوسوس لك كذا يعني قالك هو اللي دا الجانب المظلم ديال الموسيقى وكذا حيت الموسيقى فيها وفيها فيها نيجاتيف وبوزيتيف يو نو باي ذا واي على ذكر الموسيقى وهذا الشيء المهم ان شاء الله دابا رمضان قريب مبروك عواشركم مبروك عليكم رمضان ان شاء الله. دابا رمضان كيجيش معاه انك دير موسيقى فهمتي كتبغي تمشي تقرا قران تختمو كتبغي تحمل من حاجه سو نقدر نبدل لكم المحتوى غير بما بعد كينسالا رمضان حيت كما كيقولوا ديك حيت كنصومو بكاع الجوارح ديالنا يعني ما خصكش تفتنهم حتى هما يا عينك بالسمع ديالك بفمك بحال هكا بشي لعيبه يو نو رمضان احترموا الديانه الاسلاميه ديالنا. غادي ندير لكم واحد المحتوى جديد جاي في الطريق من غير الجيمين راه نبقى ندير لكم حتى الجيمين مره حتى رمضان فهمتي يو نو تبغي مع سلامك تخلق عاد ديال تونوات كذا سو من غير الجيمين غادي لكم حتى واحد المحتوى جديد نخلي لكم مفاجاه و تمزدكو معايا لاخر رياكشن على الراب ان شاء الله بما خرج رمضان ونجيو تاني للمزيكا صافي يلا كمل معايا الفيديو.
قولي لا مبطل غير ربي يقضيلي محارب انكسر اجباري تحيلي جيب معاك الشي طابل والواحد تنحيلي تيتي دانا ندشكي طابل مكاش لي نحيني نك رايك في الكومنتير في الواقع يعرفونا ولي يحبوا المشاكل جامي رضينا هم كيقصدونا بينا نخدم بها داك البوخ نونا نشوم الرنيك وبكلاش نطلع به الفرتونة لما نسمي عباد سوام اللي بحالهم لما نشر عليهم كلامي في جنابهم الديدين وخاكا كان كي رابي بالزربة وكيعطي واحد المعاني قاسحين ومرا مرا فين تيقول شي نويطة خاسرة هذا تيعطي مقاسح نيشان كيش ديك الفلتر اللي الهضرة نيشان امرو كيس لايك وبلا ما ندي طاينيكهم بجمالهم وبلا ما نخلص الواي ساكن في راسهم جمع لي كان معايا في الديبار في تبسي اسال اون بار نفدي بالدم صحابي اكلا موركينو سيبار كيفاش الحق سيميري جيت بلا بوي ما بكراني بالسيف عليك راح طافوي قلبي تبع الموسيقى الثاني والظلمات الله رفعين زوين الشيطان اللي بيا هو اللي بلاني مخي انك فيا ويقول بركاني قلبي تبع الموسيقى الثاني والظلمات وخاطري مهناني الشيطان اللي بيا هو اللي بلاني مخي انك فيا ويقول بركاني بوم هاي تيك تيك يا راو تيك يا راو يو ماجدي فريستايل فريستايل زوين جز علينا خزر في الارض خير ليك هنا عينيك يجيبوا البلال ترميك نوم سان واعد 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 صراحة عجبني عجبني بروجول تراب كينغ دارت هو عنده شي نويطة ناضين قلت لك جاو من الاخر كاينش الفلترات في الهضرة المهم هاد رياكشن تدوز بحال هكا خفيفه دغيا اصحاب اللايف بيرفورمانس كيضربوا علينا في فري ستايل بالزربه حتى كنصدقوا حنا حتى حنا مرياكتينا 5 دقائق ولا 6 المهم ماشي مشكله باقي البارتيات الثانيه اوكي تغبروش المهم كما قلت لكم هذا الفيديو مقسم على جوج بارتيات كلشي تلقاوه في الديسكريبشن كلشي غتلقاو مونطي مزيان داكشي هو داك نمسي يلا نمشيو دابا للتوب 100 لاخر ديسك فراب الجزائري ليتس جو